السيد النائب محمد ابو العنين. تفضل. شكرا سيادة الرئيس. حقيقة في البداية احيي اللجنة على تقرير القيم، واحيي الحكومة على ما قدمت وانجزت، واحيي الحكومة التي تتحدى كل هذه الصعاب وتصر على التنمية وتصر على موازنة توسعية وتقول للعالم نحن قادرون عليها. حقا انها اقتصاد حرب، اقتصاد يواجه تنمية، اقتصاد يواجه حرب في ما اعدائنا في الارهاب، وحرب في الشائعات والاكاذيب حول العالم، ويواجه ايضا ميليشيات موجودة تهدد امننا القومي ومن هم يريدون ان يسلبوا منا حقنا في نهر الحياة، نهر النيل. نحن اليوم نتحدى كل هذا ونحن واقفون واثقون، ولم يأتي هذه الثقة الا من اقتصاد قوي تم اصلاحه بشهادة كل المؤسسات العالمية. وكلنا عرينا البنك الدولي قال ايه، والبنك التنمية على مستوى العالم المتخصصة قالت ايه. وانا فخور وبحيي الحكومة على ما انجزت، وعلى كل مصري ان يفتخر بهذا الانجاز الذي وضع مصر في مكانة مرموقة حول العالم. سيادة الرئيس، اذا كنا نتحدث عن الموازنة، نعم فان التحديات والطموحات كبيرة، نعم لرفع معدلات الاستثمار، نعم للاستفادة فيما بعد الجائحة، ولكن السؤال كيف يتم ذلك؟ كيف يتم مخاطبة السوق الاستثمار العالمي لنعد مصر لتعطي رسالة للعالم اننا جاهزين لتوريد سلاسل القيمة المضافة؟ كيف نعد ان نخاطب الشركات العالمية لان تفضل سوق مصر باعلى تنافسية موجودة وتأتي الى مصر دون غيرها؟ كيف نعد ان نوطر الصناعات، مستقبل صناعات المتخصصة في كل ربوع مصر، ونفجر الطاقات الكاملة بكل المحافظات؟ كيف نعد ان نهتم بالانتاجية؟ فاذا كنا نتحدث عن الانتاج فان قضايا الانتاجية تسير جنبا الى جنب مع قضايا الاستثمار. انتاجية العامل، انتاجية مقدم الخدمة، انتاجية المستثمر، انتاجية ثرواتنا القومية اللي موجودة. هذا سؤال اطرحه واطالب الحكومة ان تتفادى وان تقدم برنامجا يتحدث عن الانتاجية جنبا الى جنب مع الانتاج. بناء عليه سيادة الرئيس، اطالب الحكومة ان تتحدث عن الفاخذ والهالك في الاقتصاد القومي المصري في منظومة جديدة يحسب حسابه، ويكون هناك دراسة وافية لتقرير الفاخذ والهالك في مصر حتى يمكن ان نعزم منها. سيادة الرئيس، البنية الفوقية، انتهينا من البنية الاساسية التحتية وبقيت البنية الفوقية، بنية العقول وبنية الابداع، بنية الفني المتخصص، بنية العامل، بنية المحاسب، بنية القانوني. هذا هو مناخ الاستثمار. واطالب الحكومة في هذا المنبر ان تدرس مؤشرات التنافسية العالمية اين نحن منها، فهي المرآة التي تعكس اقتصاد مصر عليها وتخطها بندا بندا اين نحن منها حتى يمكن ان نرتقي في صفوف 30 دولة المتقدمة. سيادة الرئيس، نقطة مهمة جدا، ارى مصر في تقدمها وفيما تقدمه للعالم نتحدث فيه في الداخل فقط. انا الاوان ان نعد الغدة لخطة مواجهة اعلامية في الخارج، واطالب الحكومة ان تعتمد موازنة لذلك. شكرا.